البداية أريد أن أغتنم هذه المناسبة للتنويه والإشادة بالتدبير الملكي المحكم والاستباقي والفعال لهذه الأزمة. صاحب الجلالة نصره الله دعا الحكومة لإعطاء الانطلاقة لبرنامج مندمج طموح لدعم الأسر المتضررة. هذا البرنامج يقتضي على تقديم دعم مالي مباشر وأيضا إعادة بناء وتأهيل هذه المناطق المنكوبة وفك العزلة وأيضا بلورة مخطط طموح لتنمية أقاليم الأطلس الكبير. أريد أيضا أن أشيد بالتضامن الشعبي الكبير لكل المغاربة في تقديم المساعدة لضحايا الزلزال بكل التقائية بكل إرادة بكل فعالية. أيضا التنويه والافتخار بالسلطات المعنية على كل تدخلاتها الميدانية والعملية والفعالة من جيش ملكي ودرك ملكي ووقاية مدنية وقوات مساعدة وأمن وطني وسلطات محلية وأيضا القطاعات الوزارية المعنية ولا سيما الصحة والحماية الاجتماعية. لقاؤنا اليوم لقاء مهم، لقاء سيمكننا من التطرق لكل جوانب هذه الكوارث الطبيعية وأيضا استخلاص بعض الدروس من قبل خبراء مغاربة وأيضا خبراء جاءوا من كل أنحاء العالم. هذه النقاط تهم أولا جعل تنمية هذه المناطق المنكوبة. هذه النقاط تتجلى في أولا إلى عناية خاصة لتنمية هذه المناطق المتضررة وجعل هذه التنمية من أولويات الحكومية لإعادة الابتسامة لهذه المواطنين وأيضا الثقة في بلدهم، وهذا ما أوصى به صاحب جلالة نصره الله. النقطة الثانية هو احتفاظ بهذا الموروث الطبيعي والثقافي لهذه المناطق لما لها من خصوصيات مهمة وأيضا جاذبية دولية التي تزخر بها. وأيضا النقطة الأخرى هو تهم البحث العلمي، لأن اليوم لا بد من القيام بدراسة دقيقة ومعمقة لتشخيص هذا الزلزال. لأول مرة هذه المنطقة عرفت كارثة طبيعية بهذه القوة وبهذه الحدة، لهذا أكيد أن استنتاجات هذه البحوث العلمية ستكون لهم أثر على فهم أكثر المنظومة الزلزالية لهذه المناطق وأيضا للمنظومة الكونية. النقطة الأخيرة هو يهم مشروع قانون الجبل، هو قانون لابد باش الحكومة تعطيه واحد الأهمية وتواكبه وتصادق عليه، لأن اليوم يعد هذا القانون آلية أساسية لتنمية هذه المناطق القروية والجبلية. شكرا جزيلا.